السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا رايحين نديروا لي طرونش صالي مع لا سوب تاع البسباس. وصفات اقتصاديه بدون لحوم. راح نشوفوا الوصفات بالتفصيل وطريقه العمل. وبلا ما ننساو نرحبوا بالمشتركين اللي جاوا معنا جدد، نقول لهم مرحبا بكم ونتمنى ان شاء الله ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق، لانه التعليق كما قلت لكم توجور نقول لكم التعليق راهم ناقصين بزاف مع لي جيم. نتمنى ان شاء الله راح نلقاكم في التعليق. تصلوا وتسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب المصطفى. وبلا ما نطول عليكم رايحين نبداو بسم الله في المقادير. نبداو بالحساء ولا بلا سوب. عندنا البسباس، حساء البسباس. انا ديت كميه قليله على حسب افراد العائله، وهنايا كل وحده ودير واش عندها. المهم انا حين نبداو عندنا بوكي د كارني اللي نبداو به. عندي القزبر، الكرافس، وهذاك الحشيش اللي يجي في البسباس نديروه كامل ان بوكي د كارني. وهنايا عندي حبات ثوم في صوص تاع ثوم، ديت برسك 7 ولا 8. هنايا لا سوب تحب الثوم. وعندي نص حبه بصله كبيره، نص حبه بطاطا تكون موايه ولا سوب ما تكثرلهاش البطاطا، نص حبه طوماطيش، نص حبه لفت، حبه زروتيه صغيره، زوج حبات بسباس ولي زيبيس. عندي زعتره، فلفل اسود، زنجبيل، كركم، قزبر مرحي، وزرعت البسباس. نبداو بسم الله في لاكوكوت. انا درت ورق تاع الرنت، كان عندي ورق صغير درت معاه قيس 2 مغارف تاع الزيت. ما نكثروش الزيت باسكو هاد لاسوب راحين نديروها صحيه. نشعلوا النار على لاكوكوت تاعنا، ورايحه نرمي كامل الخضره اللي كنا درناها. انا عاود لكم الخضره واش درنا. درنا البصل، عندي نص حبه بصله كبيره، ويلا عندك حبه مويه ديري حبه مويه عادي، هنا كل واحد على حسب افراد العائله اللي عنده. انايا زدت معاهم نص حبه بطاطا، وعندي نص حبه لفت، حبه زروديه صغيره، نص حبه طوماطيش، والثوم كيما قلت لكم الثوم ديت من 7 حتى 8 فصوصه تاع الثوم. هنايا لاسوب توجور نزيدو لها الثوم، نزيدو حبه زروديه مويه نقطعوها، ونزيدو البوكي د كارني اللي قلت لكم عليه. عندنا الورق تاع البسباس والمعدن، عفوا القزبر والكرافس، نديروهم كامل في لاكوكوت ونبداو نديرو لي زيبيس. عندي فلفل اسود نتبعو معاكم بالواحد، وراح نزيد عليه زريعة البسباس. شوفوا هنايا زريعة البسباس رايحة تعزلنا البنة تاع البسباس وتقضي على مشاكل الكولون ولا المصران. ننصح اللي عندهم المصران بهاد لاسوب راح تنفعهم بزاف. زد درت كركم، وهنايا قزبر مرحي، زعتره باسكو راه المومو تاع البرد ولا غريب ايزيو باش نديرو زعتره. زعتره والزنجبيل نديرو بزياده. هنايا كل لي زيبيس راهي صحيه، الزنجبيل مليح، زعتره وزريعه البسباس، وراح نزيد الملح. شوفوا هنايا نديروا الملح وايسيو الملح توازنوا باسكو في لافير راح نزيدوا الفرماج. نقليو هذه الخضره ومن بعد نزيدوا عليها البسباس كنت قطعته ركيك. شوفوا هنايا الخضره هنايا راهي ذبلت لنا، نزيدوا عليها البسباس. وهنا لا سوب توجور ايسيو باش تقليوها مليح باش تعطيها البنه. وهنايا هذا لا سوب بدون لحوم، فقط الخضر وصحيه. نقليها ونخليها البسباس هذاك اللي زدناه في التالي يدي معنا البنه تاع لي زيبيس مع هذيك الخضره حتى اللي تطلق الماء تاعها. نقص للغاز ونخليها تتقلى في غرضها. شوفوا هنايا انايا الخضره تحسيها طلقت شويه الماء تاعها. نقليوها مليح. من بعد اللي تقلت معنا الخضره عطوا لها وقتها، انا مرات حتى ربع ساعه وانا نقلي فيها باش تجينا بنه شابه.
ونمرقو بالماء السخون. وايسيو باش ما تمرقوش بزاف باسكو ماشي راح تدينا في الطياب بزاف. والخضر باش تكون صحيه ايسيو باش ما تطيبوش حتى تتحرحر. انا نديرها في لاكوكوت 10 دقائق ونطفي عليها ونميكسي كامل الخضره. ونهار اللي نميكسيوها ايسيو باش تنحو الرند باسكو الرند هو اللي يعطينا المراره. ميم القزبر ولا الكرافس كاعو تميكسيوه عادي. نبلع انا لاكوكوت تاعي 10 دقائق ومن بعد نميكسي الخضره كامله. بيد ما طابتنا لا سوب تاعنا انا راح نخدم لي صالي. هنايا راح نديرو لي طرونش صالي ولا مملحات تاع لي طرونش. عندي الفورماج اتارتيني انا نحب ندير موندور تعجبني البنه تاعو. والطون ديت برسك اون بواتي دمي علبه ونص تاع بواط تاع الطون بالزيت. ولا حبيتي ديري تاع لا طوماط وكنتي تبغي الطوماطيش ديري تاع الطوماطيش عادي. انا ديت هذا المول قطعت به مستطيلات وهي من الاحسن انك تقسمي الحبه على زوج باسكو الزيت ولي لي شيت وتخدميها مستطيلات. المهم انا نعبر المستطيلات بخبز التوست ولا بان دومي. هنا تحبي ديري بان دومي الابيض هذا ولا تاع القمح الكامل عادي. انا القمح الكامل ما ياكلوهليش الوغ درت هذا مالغري صحي مي درت هذا. شوفوا هنايا نقطعوا المستطيلات وراح نخلو هذوك لي شيت نخبيهم ومن بعد نشوفوا واش نخدموا بهم في لا كويزين. ايسي باش ما ترمي والو وكل شيء راح تحتاجيه. ورايحه نخدم النوع الثاني على شكل مثلثات وكتشوفي معايا. نحو هذوك لي كوتي اللي جو محمرين بالموس عادي. شوفوا كيما قلت لكم نحيو لها كامل هذوك الحواش اللي جو محمرين. وهنايا نسيي باش نخدمهم يجوني كيف كيف باش ومن بعد كي ندير ونبدا نشكل في لي طرونش تاعي ما يجونيش وحده كبيره على وحده ولا تجيني وحده كبيره وحده صغيره. شوفوا هنايا نزيد نكمل هذه التاليه. وصدقوني هذه الوصفه تجي بزاف شابه وبريستيج تستعمليها للضياف. وراهو جاينا رمضان ان شاء الله ويلا كتب ربي ميم تقدري تستعمليه ك مملحه ولا اونطري ديريه في لي بلاطواك. وهنايا راح ندي الفرماج. انا نستعمل هاد لا مارك تاع موندور يعجبني بزاف نستعمله فيه بنه بزاف شابه. راح نزيد عليها الطون كيما قلت لكم انا درت علبه ونص تاع الطون ونخلطهم. هنا لك الاختيار تحبي تزيدي فرماج تزيدي عفوا بيض رابي مغلي ورابي ترابي ولا تزيدي معاه زيتون تقطعيه ركيك عادي كسوا زيتون كحل ولا الاخضر عادي. انا برك درت الفرماج مع الطون نخلط مليح الطون مع هذاك الفرماج باش هذاك الطون يتفتت معنا كيما نعرفوا يجي في العلبه متماسك. شوفوا نخلطوه مليح من جهه واحده اخرى راني مستفه انا لي طرونش تاعي اللي هم بعد نخدمهم. راح نشوفوا كيفاش نشكلوهم. راح نبدا بالمستطيل توجور نحكمه مغرف صغيره نجيب انا مغرف صغيره ونبدا ندير فوق المستطيل الاول. سي هنا باش ديري كميه لاباس بها باش يبانوا معنا الطبقات ونغلقوا الطبقتين زوج يكفوا باش ما يجيش يقام. نزيدوا الحبه الثانيه بنفس الطريقه ونديروا وحده فوق وحده بهذه الطريقه بهذا الشكل. اسيو باش نسكموها نمسح انا يديا ونكمل الحبه الثالثه. بهذا الشكل نفس الشيء مع لي طرونش الاخرين. دوكا نشوفو نحطهم بجيه نحاولوا باه نمسحوا الحواشي باش تجينا الخدمه تاعنا انفينيه ونقيه. وراح نخدم هذو المربعات. دوكا نشوفو كيفاش نديرهم على شكل مثلث. نقسم الحبه على زوج بهذا الشكل راح نتحصلوا على زوج مثلثات. وهنايا نديرهم كي من هكا كيما لي طرونش تاع الباتيسري. ندير الحشو اللي كنا خدمناها تاع الفرماج مع الطون
نديرو طبقة ونحطو فوقها المثلث الثاني بهذا الشكل. كما قلت لكم توجور نسيو نمسحو الزيت اللي كان خرج معنا في الحواف. وهنايا راح ندير وحده فوق وحده ونقطعهم بهذا الشكل باه يجوني متساويين. بنفس الشيء ندير لهم كميه من الحشو ونغطيها بالمثلث الثاني. نكمل انا كامل الكميه اللي عندي وراح نشوفوا كيفاش نكملوا لهم التزيين تاعهم. وهنايا راح نجيب هذا الفرماج تاع الساندويتش راح نفتحه ونخليه في الساشي تاعو باش ومن بعد ما يلصقلناش في لو بلون اللي انا نخدمو فوقو. ديت المول اللي كنت قطعت به المستطيلات في الاول نعبرو باش كي نحطوها فوق الحبه تجينا سواسم، ما تجينا كبيره ما تجي صغيره. نخلوها تجي ونحكمو الحبه تاعنا، نعاودو ندهنوها فقط باش هذاك الفورماج يشد معانا في الحبه. شوف تبقى رقيقه ماشي حين نكثر، نقصو دائما الزايد باش كيما قلت لكم تلصق معانا الحبه تاع عفوا الفورماج كي نديرو المستطيل تاع الفورماج. نحيو المستطيل الاول من الساشي تاعو ونسيو نحطوه فوق الحبه تاع الفرماج. وهنا يسي باش ما توشيش الفرماج بزاف باش ما يطاشالكش الحبه ما تجيش مطاشيه. نكملو ندهن حبه كما قلت لكم طبقه رقيقه فقط باش هذاك الفرماج يسقلنا. نحي المستطيل من الساشي بهذا الشكل. شوفوا انني توشي غير في الحواجي بال. وهنايا بعد اللي كملت لي طرونش هذو تاع المستطيل نحطهم بجيه ورايحين نشوفوا المثلث بنفس الطريقه. نحي هذا الفورماج بجيه ومن بعد نشوفوا كيفاش نخبيوه، نوريكم كيفاش نحتفظوا به. كما درنا بنفس الطريقه كما قلت لكم ندهنوا السطح بهذيك الكريمه ولا الحشو اللي كنا درناه. كما قلت لكم نديروا طبقه رقيقه باش يسقلنا الفورماج حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. ومن بعد عدنا فرماج تاع الساندويتش هذا نفتحوه ونخلوه في الساشي تاعو ونقسم الحبه على زوج بهذا الشكل. ومن بعد راح نحطها فوق الحبه ولا فوق طرونش تاع لي صالي تاعنا اللي كنا خدمناهم تاع المثلث. نزيد الحبه التاليه بنفس الطريقه نقسمها على زوج كيما هكا ونحطوها فوق الحبه بهذا الشكل. وهنايا كيما قلت لكم الفرماج اللي كنا خدمناه به نسيو باش نرجعوه في نفس الساشي ونديروه كيما هكا. نحطو شغل لي شيت هذوك اللي زايدونا وحده فوق وحده ونغلقو عليه عادي كما كان حبة الفرماج ونعاودو نديروه من الجهة الأخرى ونغلقو عليه ونخبوه في الفريجيدار عادي. وهنايا عندي هاد لابوش دايرة فيه الفرماج أتغتيني، رايحة ندير دي غوزاس. شوفو هنا تاع المثلث نديروها في الوسط بهذا الشكل. نزيد نكمل الحبة الثالثة وهذو تاع المستطيل بهذا الشكل. نديرو دي غزاس ونكملو نزينوهم بالزيتون تاع المثلث نديرهم زيتون اسود ولي طرونش طوال هذو تاع المستطيل بهذا الشكل نديرلهم دوائر تاع الزيتون الاخضر. ولي طرونش تاع المثلث كيما قلت لكم خيرت حبات صغار تاع الزيتون درتهم فوق هذوك لي غزاس تاع الفرماج. وهنايا المستطيل هذو راح ندير لهم ورقه تاع المعدنوس بهذا الشكل راح يعطي لهم نظره بزاف شابه. نكمل كامل الحبات اللي عندي وهذا هو الشكل النهائي تاع لي طرونش صالي اللي عندنا.
وهنايا كتدبيره اوتوماتيكمون راح يزيد لنا هذيك لافارس ولا هذيك الكريمه اللي كنا درناها تاع الفورماج مع الطون، راح نديرو على شكل امباساديور كيما اللي نديرهم كي يزيدوا لنا لي شي تاع جينواز. هنايا دوكا تشوفوا معايا، شوفوا شكلهم كيفاش يجي بزاف شباب. انا ديت هاد لي فيغين تاع الورده جوتاب، راهم يتباعوا فيها عند اللي يبيعوا صوالح الكاطو، راح نخدمها بهذا الشكل كيما وريت لكم في السابق. راح نبداو الطبقه الاولى تاع خبز الطوست ولا بان دومي، نسيو باش نفتو شويه، وندير الطبقه تاع الكريمه ونحاولوا نديروها في الجوانب كيما نديرو امباسادور عادي. نديرو لا كريم تاع الطون بالفرماج، ونزيد نفتت الخبز الطوست ولا بان دومي بهذا الشكل، وندير دوائر تاع الزيتون صاير داير. ومن بعد ندي شويه من هذيك لاكريم نحطها فوق هذاك الخبز الطوست، باش كي نخدم هذيك الورده تاع الفرماج ماشي راح تحصل لنا في هذاك البان دومي. ندير كيما هكا باش راح نكثرو في الوسط باش كي نحطوها شوفوا، وندير ورده بالفرماج وندير فيها حبة زيتون وورقة تاع المعدنوس بهذا الشكل، ونبيكيو المعدنوس. فكرة جديدة ونسيو توجور نبروفيتو باش ما نضيعو والو. ومن جهة واحدة اخرى انا لاسوب تاعي راهي وجدت لي، شوفو الماء ولا لاصوص بقات هي هي. نسيو نحيو هذوك العراف تاع القزبر يجو شويه كاسين، ونحيو الرند اللي كنا درناه. وهنايا تبعوا معايا للمبتدئات، انا يا لاصو هذه لاصوب مضاريه نديرها تجيني سواسوا، ولكن اللي ديرها اول مره اسيي باش تقلعي دولوش ولا طروالوش تاع لاصوص، باش ومن بعد كي تميكسيها بالبغا الا جاتك ثقيله راح تخفيها بهذيك لاصوص. سينو كاع ولاجاتك خفيفه راكي تزيدي لها للنار وتخليها تثقل عادي ولا تخضر معاك. شوفوا هنايا بعد اللي ميكسيتها انايا جاتني شويه ثقيله كيما قلت لكم، انا ما نحبهاش كيما هكا. انايا دوك نزيد عليها هذيك لاصوص رايحه تجيني سواسوا كيما قلت لكم، انا موالفه نديرها تجيني سواسوا. نكمل نميكسيها، وراح نزيد معها كاري تاع فرماج شيف. انا يديت النوع تاع الشيف وانتيا الفرماج اللي عندك ديري، وراح نكمل نميكسيها مع هذيك لاسوب. ويلا عندك لا كريم فريش زيدي ديري لا كريم فريش، راح تجيك بنه بزاف هايله وشابه. كيما قلت لكم نميكسيوها مع هذيك لاسوب راح تعطي لها بنه بزاف شابه. وهنايا ذوقي، الا خصك الملح زيدي الملح. وفي الاخير ندير لها شويه قزبر ومعدنوس ورشه تاع زيت الزيتون، هنا اختياري، اللي حبي يدير زيت زيتون يديرو، ما حبيتيش ديريه ما ديريهش. وهذا هو الشكل النهائي تاع لاسوب تاعنا. شوفوا القوام كيفاش تجي، ما تجي ثقيله ما تجي خفيفه، تجي بزاف شابه وصحيه، سيغتو صحيه. الناس اللي عندهم المصران يسيو باش ولا الكولو باش يستعملوا هذه الوصفه راح تنفعهم بزاف. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. الفيديو جا بزاف طويل، حاولت باش نعطي لكم كامل النصائح، لانه درنا زوج وصفات في وصفه واحده. كنا درنا لاسوب تاع البسباس وصفه صحيه مليحه للناس تاع الناس اللي عندهم الكولون بزريعه البسباس راح تنفعهم بزاف، ودرنا وصفه من وصفات شهر رمضان المبارك واللي هي لي صالي، ودرنا هنايا لي ترونش، وكنت قدمتهم بهذا الشكل. نتمنى ان شاء الله هالوصفه تكون عجبتكم، وان شاء الله راحين تقارديوها لشهر رمضان ويلا كتاب ربي. شوفوا هنايا معايا القوام تاع لاصوب كيفاش يجينا داير، ورايحه تشوفوا معايا هذو لي فيغين كيفاش جاونا دايرين. شوفوا هنايا لو بان دومي، ومن بعد راح يتشرب لنا بهذاك الفرماج مع ديك الكريمه، باسكو الطون اللي فيه الزيت اللي يكون في الطون راح يشرب لنا هذاك البان دومي. صدقوني هذه الوصفه بزاف شابه وسهله، ما كان حطيبي ما والو، كلشي واجد.
وهنايا نقسم معاكم حبه. كيما قلت لكم راح نقسم معاكم حبه، راح تشوفوا القهوه، شوفوا يجي طري ويجي بنين بزاف هايل. شوفوا هنا الطبقات وديك الكريمه اللي بين الطبقات. نتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله الفكره تاع اليوم عجبتكم والوصفات عجبوكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب. واللي مازال ما شاركش في القناه نتمنى ان شاء الله ديروا لي ابوني وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.